سنمر للتمرين رقم ثلاثة. التمرين رقم ثلاثة لدينا 14.83 في 275، إذا لدينا عدد عشري مضروب في عدد صحيح طبيعي، أو لدينا عدد عشري مضروب في عدد عشري، لأن 275 نقدر نعتبره عدد عشري. إذا هنا في هذه الحالة فيما يخص العملية نضع العملية، غادي نوضع العملية وغادي تلاحظوا غادي من بين الأسئلة اللي غادي يمكن تطرح، غادي يجي شي واحد غادي يقول لي أستاذ علاش أنا ما احترمتش الأرقام متاعش، ما ضبطش، بحال مثلا 4 هو 1 خاص يجي تحته 5، وهذا 10 تجي تحت منه 7 و 2. هنا في عملية الطرح ما كاينش مشكل، في عملية الضرب ما كاينش مشكل. علاش ما كاينش مشكل؟ لأن احنا الفاصلة ديالنا دابا غادي ما نهتموش بها الآن، الفاصلة ما عندنا حتى علاقة بالفاصلة، الفاصلة حتى نلقاو الخارج ديال عملية الضرب ديالنا، عاد غادي نحسبوا عدد الأرقام اللي عندنا في الأجزاء العشرية وعاد نوضعوا الفاصلة ديالنا. إذا الآن اللي كيهمنا الانتباه إلى عملية الضرب، خص يعني جدول الضرب خص يكون حافظه وعارفه. إذا غادي ناخذ 5 وغادي نضربوها في هذا العدد، من بعد ناخذ 7 ونضربوها في هذا العدد، وناخذ 2 ونضربوها في هذا العدد، مع أننا كنعرفوا بأننا نضع نقطة إلى مرينا العشرات، ونضع نقطتين إلى مرينا المئات. إذا غادي نديروا 5، إذا حدينا 5 غنديروا 5 في 3 15 ونحتفظ بالواحد. 5 في 8 40 والواحد 41 ونحتفظ بالأربعة. 5 في 4 20 والأربعة 24 ونحتفظ بالإثنان. 5 في 1 5 والإثنان 7. الآن غادي ناخذ 7 ونضربها في العدد، ناخذ 7 نضربها ديرنا النقطة، النقطة علاش درنا النقطة؟ لأننا مرينا العدد يعني في الأعشار مابقاش في الوحدات، إذا هنا كنقولوا بأننا مرينا الخانة الأخرى. إذا ضربنا 7 إذا غنشوف بنفس الطريقة غادي نحصل على العدد 10381، والآن سنمر للعدد 2 وغادي نضربو في هذا العدد، إذا وسنديرو نقطة أخرى لأننا غادي نمرو المئات، إذا هنايا عندنا عشرات، إذا هنايا غادي يكون عندنا وحدات عشرات، إذا غنمرو المئات وسنحصل على هذا العدد. من بعد ما غادي نحصل على العدد سنقوم بعملية الجمع، إذا غتعطينا 5، 1 زائد 1 2، 4 زائد 8 12 و 6 18 احتفظ بالواحد، 7 زائد 3 10 و 6 16 والواحد 17 احتفظ بالواحد، 1 زائد 9 10 احتفظ بالواحد، 1 زائد 1 2 والاثنان 4 واحصل على هذه النتيجة. إذا هذه هي نتيجة عملية الضرب.